السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. اليوم بنعاود استضافة الدكتور راضي حسن الشبعان، دكتوراه في الإعاقة البصرية ومدرب للحركة والتوجه للمكفوفين. اليوم الدكتور بيعطينا نبذة عن أهمية مهارة التوجه والحركة للمكفوفين. السلام عليكم دكتور راضي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور راضي، ما معنى مهارات الحركة والتوجه للمكفوفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مهارة التوجه والحركة للمكفوفين تعني بأنه الكفيف إذا ما أتقن هذه المهارة فيكون بعد الله سبحانه وتعالى مستغنيا عن كثير من الناس، ويقوم بالتجول بمفرده والتسوق بمفرده في أماكن كثيرة. ومعنى التوجه هنا هو استخدام العقلي، بمعنى أنه يستخدم حواسه الأخرى التي هي السمع والشم والذوق واللمس. أما الحركة فهي في الواقع استخدام الجهد البدني، بمعنى أن الكفيف يتحرك من النقطة ألف مثلا إلى النقطة باء بطريقة آمنة ومستقرة ورشيقة. وكلا المعنيين في الواقع، التوجه والحركة، لابد أن يعرف الكفيف أين هو وأين سيتجه وبأي وسيلة، كالعصا مثلا أو استخدام التتبع أو المرشد وهكذا. طيب دكتور، أنت قبل شوي تكلمت قلت أن الكفيف يتحرك من نقطة ألف إلى نقطة باء، يا ليتك توضح لي هالجزئية يا دكتور. نعم، المقصود من نقطة ألف كأن يكون مثلا في منزله ويتجه إلى النقطة باء مثلا إلى المسجد أو إلى البقالة مثلا، فيعرف مكان وجوده النقطة ألف ويتحرك إلى النقطة باء مستخدما العصا أو مستخدما مثلا المرشد وهكذا. هذا المقصود من ألف إلى باء، يعني من مكان إلى مكان آخر. طيب دكتور، ما هي أهمية هذه المهارة للمكفوفين؟ ممتاز، سؤال جميل. مهمة جدا هذه المهارة بالنسبة للمكفوف، وذلك تجعله مستقلا بذاته بقدر الإمكان. هذا واحد. اثنين، بإمكانه التجول بمفرده من مكان إلى مكان. ثلاثة، بإمكانه أن يألث البيئة التي توجد، كأن مثلا يألف الجيران، يألف الشوارع، يألف المحلات القريبة، ويكون على استعداد بأنه يذهب إلى تلك المحلات بمفرده. طيب دكتور، ايش تعني العصا للكفيف؟ ممتاز. العصا بالنسبة للكفيف في الواقع هي أداة تمكنه من اكتشاف العوائق التي أمامه بحيث يتجاوزها، لأن امتداد العصا وطول العصا يمكن الكفيف بأنه يتوقع بأن يكون هناك مثلا عائق، حجارة مثلا أو حائط أو كرسي وهكذا. فمجرد مسك أو الالتفات إلى هذه العائق أو هذا العائق، على طول يتجاوز العائق وينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك دكتور راضي. العفو أخي العزيز، وإن شاء الله يكون هذا في ميزان أعمالكم، وشكرا جزيلا على هذه الجهود المباركة.